السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. اليوم البنات غادي نمشي غنصور لكم التخفيضات اللي كاينين في ليفتيس، وصراحه شفتو من الابليكاسيون عندي في الدار بالي داكشي داري لي اورو جوج اورو، داكشي زوين. وحتى الوليدات ديالكم قلت والو نصور لكم، وبغيت نجيب واحد المنتج من بريمور قبل ما يطيروا به. هذاك ناري، هذاك ما نقدرش، هذاك واعر. حتى نوصل للدار ان شاء الله في اخر فيديو راه غادي نوري لكم اينا برودوي اللي مشيت كنجري عليه من الي خيدو حتى الالميري، واحد المسافه بعيده بزاف حيت خفت ولا يتقادو، ودائما ما كنلقاهش، يعني قليل فاش كنلقاه. تلاقاو من بعد. هذا راه ناشف وماشي قاصح، الشعر ديالي كاع ما قاصح. المهم كيما قلت لكم انا الاولى اللي كنت خديته جربته، واختي كان عندها ديال ميركادونا. ديال ميركادونا ما نصحكمش به، غنوري لكم هنا الصوره ديالو. ديال ميركادونا خايب بزاف، علاش؟ كيدير بحال كيدير لك التراب في شعرك، وكيقبص لك الشعر بحال درتي جيل داك ديال الدراري، وكيهرس لك الشعر. هذا الا واش غنقول لكم البنات، قولوا لي في التعليقات الله يرحم لكم الوالدين، واش اللي كتشرب هذاك ديال نقص الحديد واش حتى هي السنان ديالها كيصفارو؟ انا السنان ديالي درت لهم واحد تراتامينتو كان بيضو 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 كلوبان. كانوا الناس كيقولوا لي اش كديري السنان ديالك، اش كديري السنان ديالك بيضين 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 بزاف. ايوا صافي، مليت كنشرب هذا الشيء ديال فقر الدم ولاو لي السنان ديالي صفرين بحال عاده في الغيس. المهم حتى نكمل تراتامينتو ان شاء الله، ونشوف كي ندير عاوتاني نبيض هاد السنان هادو. راه عتي ما كنحمش ندير العكر الاحمر هاد الايام هادو، حيت ما عرفتش ما كيعجبنيش هذيك السفوريه اللي دار لي هذاك الدواء ديال فقر الدم اللي بحالي. تخلي لي في التعليق لتحت، انا اصلا سمعت بيه قال لك الناس بلي راه كيدير بزاف السفوره في السنان، ودابا راه مصيبه كحله. المهم راه شد بيديت واحد تراتامينتو غادي نشارك معكم ديال تبييض الاسنان. المهم وصلت البنات للسنترو كوميرسيال اللي كاين في الميريا، فيه بريمور فيه كلشي. اصلا بريمور كاين في الباسيه، ولكن قلت اللهم هنا نجيب دقه في جامع تينداس، واصلا بيت نمشي ليفتيس. ليفتيس ضروري يمشي لي حيت كيكون فيه بياسات ديال الدراري الصغار وداكشي، وبيت نصور لكم فيه. خصوصا الا بيتو تهديو شي حاجه لعائلتكم ولا ولادكم في المغرب، راه غتلقاو بياسات زوينين في ليفتيس، وغنوريهم لكم ان شاء الله. المهم البنات هنايا لقيت يعني وكاين واحد الصهد واحد الصهد واحد الصهد اليوم، واحد الحراره كتشق الراس، وانا جمعت هذاك الحميصه ديالي ضربات فيها الشمس مزيان، عاتي ضرني راسي. المهم دخلت هنا بعدا راه مبرد، يعني مبرد هذا السنترو كوميرسيال، دايرين فيه اير كونديسيونادو داكشي. اول حاجه البنات غادي ندخل دابا البريمارك ياك، وغادي نشارك معكم داكشي اللي لقيت تما في بريمارك. نسيت ما قلت لكم داك النهار اللي مشيت للبريمارك ديال روكيتاس، هذاك صغير، هذا اكبر بريمارك كبير 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 بزاف، وفيه الطبقه الاولى وفيه الطبقه الثانيه. داكشي اللي غندخل هنا، داكشي اللي ما لقيتش في ديال روكيتاس ديال المره غنلقاه هنايا. المهم كما دخلت اصلا التيشيرت كان حمقني ديك الساعه فاش قلت لكم ما لقيتش الطايه ديالي، راه لقيتو هنايا البنات هزيتو. كما كتشوفوا الاوفرتا دايرين ليها 2.50 اورو دابا، كانوا تيشرطات ب 3.50 اورو ودار لهم دابا 2.50 اورو، غير اللي بات التيشرطات ديالهم. ولكن التيشرطات ديالهم عاوتاني راه ماشي شي حاجه واو، راه كديري في لابادورا كيولي بحال فم الجمل، يعني داكشي كيولي يعني خصك اللي بتغسليه غسليه بيديك. هادو البنات عندهم التيشيرتات طوال كما كتشوفوا، هادو طوال ديال بحال المحجبات وداكشي، الا بغات تلبس فوقهم شي جاكيطه ولا شي حاجه بحال هكا. هادو دايرين بحال كسيوات، هادو كاسكيطات على حسب السميه ديالك يعني. هذا وهاد السبرتيله هادي الثمن ديالها ب 10 اورو ولا 12، وداروا لها 6. هنا عاوتاني السيكان كانوا ب 17 داروا ليهم 12، يعني كاينين تخفيضات هاد الشكل هذا ديال الصيف. وهاد السكادا واخا الجلد ديالو دغيا كيتقشر، شوفوا كيفاش داير. المهم دايرين ليه 10 اورو، ما عجبنيش هذا، يعني هذا غتحطيه في شي بلاصه تقشر بوحدو. المهم هنا دايرين اوفرتاس في السيكان وداكشي اللي باغي السيكان، ما هذاك دوك اللي كيكونوا هكاك مستطيلين وداكشي ما عرفت علاش ما كيعجبونيش.
هنايا عاوتاني كاسكيطات والطروبش ديال ولادكم الصغار داير لهم اوفرتا ديال لهم غير 3 اورو ديال البحر. هاد السروال هذا عجبني ديال المحجبات، يعني رجلي واسعين وهو واسع ما كتشوفوا، كاين في الغوز كاين في سمين. وهاد سودا ديرس هادو كانوا ب 14 وداروا لهم 7، يعني خلاو واحد 50%. هما راه كاينين في الالوان ديال الربيع والخريف، هادي داروا لها كانت ب 20 داروا لها 10 اورو. وهادو البنات راه خلاوهم بجوج اورو، حتى هما 50% الطوانكا هادو، ولكن هادوك باين لي تقالين بزاف، داكشي اللي تقيل ما كنحمش انا نلبسو. هادو البنات تا هما يداروا لهم جوج اورو، هادو زوينين سامبل. وهاد البيجامه هادي عجباتني، واعره واعره واعره، اللون ديالها زوين، واحد الالوان زوينه. انا كيعجبوني ديما الالوان اللي دايرين بحال هكا بحال هكا، بنفسجي غوز، ما عرفتش، الوان زوينين. هذا داك البينوار داروا ليه 14 اورو. هادو دوك اللي دايرين بحال هادوك ديال الدار، المهم راكم عارفين، ولكن هادو كيتلبسوا في الدار ما فيهم لا بونج لا والو. الثمنه ديالهم راه الثمن 4 اورو، باش داروا لهم كانوا ب7، صراحه الثمن مناسب. هادوك اللي ما فيهمش لا بونج لا والو كيكونوا الا بغيتي تنعسي بهم ما كيكونش يعني داك الاركو ولا داك الحديد كيبقى يضبرك. هادو حتى هما زوينين وعجبوني بزاف. هذا الدوني والسروال ديالو خطيرين للصيف، هادو زوينين والله تعجبوني، ولكن هادو ما دايرينش لهم اوفرتا، داير لهم غير 14 اورو. وهنايا البنات هاد البانطوفات هادو داروا لهم غير 5 اورو، راه زوينين البنات ديال ديزني واعرين، دايرين هادي 5 اورو ودايرين هادي 5 اورو حتى هي، ماشي الصابو البانطوف. وني صناد لا ما عجبونيش انا صناد لهم بصراحه، كنفضل ديال شي ان ديال شي ان واعرين، صناد لشي حاجه ما كدورش. هادو دايرين لهم تخفيضات الا هادي ديال البريو شوي فيها الضو، ما داكشي كامل ما عجبنيش. هاد الصاك هذا ناري كيحمق، شوفوا البنات داروا ليه 6 اورو. هاد القهوي هذا زوين بزاف بزاف بزاف، داروا ليه 6 اورو، الصراحه عجبني بزاف. وهاد الخضر هذا شوفوا حتى هو زوين، داروا ليه غير 8 اورو، شوفوا شحال زوين، رخصوه، كان واقيلا ب 17 وداروا لهم هادوك الاثمنه. كنقلب انا دابا على الكحل واش كاين، المهم هاد القهوي واعر شي حاجه ما كدورش، كانوا ب 12 ديالهم. ها هو الكحل ديالو لقيتو في التحت البنات، الصراحه زوين بزاف، داري ليه 8 اورو، كان 12 داروا ليه 8 شي حاجه زوينه. وهذا البنات شفتو ولكن ما فيش تخفيض، انا غير جبني قلت ضروري غتكون فيه شريحه زوينه، واحد جيل دوش، انا غادي نشم الريحه ديالو غادي نرد عليكم دابا. قلت لختي تعاوني معاها، طاح ليا ايفون ما بغيتش عاوتاني يطيح. المهم الريحه ديالو واعره، هذا الطوب 3 اورو 50، هادو داروا لهم 2 اورو، غادي نشمهم غنشوفوا واش الريحه زوينه ولا خايبه. يعني كانوا بربعه داروا لهم 2 اورو، هذا قال لك كريم ديال الجسم. المهم هذا راه شميتو البنات، ما عجبني الصراحه، ما عجبنيش، لو كان عجبني كنت ديتو، ما عجبتنيش الريحه ديالو. هذاك جيل الدوش هو اللي زوين. المهم هذا واحد سبراي، هذا ما شميتو الصراحه، ما انا شي حاجه ما كانتش محلوله ما نقدرش نحلها، حيت حشومه، كاين الناس كيحلوا لهم، كيلقاو الحاجه محلوله كيحلوا لهم كامل داكشي، حيوان صافي عرفتي، بنادم راه ما فهمتش انا، لقيتي قرعه مسدوده جمعي يديك ما تحلهاش. الا لقيتي بروبادور دير بروبادور، ما لقيتيش شد الاذن من عند الناس وقول لها عافاك واش بغيت البروبادور ديال هادي. ايوا دابا انتيا غادي تشري واحد شي حاجه مفتوحه، راه ما تشريهاش. انا شحال مره كنشري عندهم صبايغ ديال الظفر كنلقاه الهمج حلو، الصباغه ديال الظفر وكنشد انايا كنلقاها ناشفه، كنشريها وكنلقاها ناشفه. هادو البنات راه خديتهم من تيمو، ولكن ديال تيمو ما عجبتنيش، هادي هي اللي بانت ليا واعره، هادي ديال السيليكون، ديال تيمو جاتني انا بحال شويه بلاستيك قاصحه، يعني تحرت ليا الجلده ديال الراس من كثرت ما هي محروته مسكينه. المهم هادي ديال السيليكون عجبتني بزاف. وهذا حتى هو خفضوهم، هادو داروا لهم غير 2 اورو، هادو دوك واقيلا اللي كيشدو بهم القصه، والله ما عرفت انا هادو علاش كيصلحو، المهم دايرين في ليلات، ولكن شكيت انهم كيشدو بهم القصه دوك اللي عندهم القصه باش الدور. المهم هنايا كاع هاد الجهه هادي مرخصه، وهنايا البنات بان ليا عندهم حاجات كثار من ديال روكيتاز ديال المرحيط، هذا راه اكبر بريمارك،
هذا راه بريمارك كبير ما بين اللي كاين في الروكيتاس والميريا، هذا هو الكبير. هذا البنات قال لك هاد الرولو كدوزي في الجسم ديالك وداكشي، ثلاثة اورو باش كيدير. وهنا عندهم هاد الرولوات هادو ديال الشعر كما كتشوفوا هادو في الالوان، كترولي بهم الشعر ديالك الا بغيتي ترولي بلا كالور، يعني بلا صهد وداكشي يعني سخونيه. وهذا دايري ليه 2 اورو البنات كما كتشوفوا. وهذا داك اللي قلت لكم حتى هو كتلويه به كامل شعرك باش يولي لك اندولات طبيعي، راه عندي بحالو. وهذه ديك الشفنجه الا بغيتي الشفنجه ديالك تبان بحال كثيره ولا كبيره كديري هذا. الرموش بالنسبه للناس اللي كيديروا الرموش راه داروا له بجوج اورو. انا الصراحه ما عمري ما درت الرموش، حتى داك بوستيساس ما عمري ما درتهم. وداك النهار واحده عندها الصالون قالت لي الا بغيتي تكوني موديلو باش ندير لك الرموش، قلت لها لا، قلت لها اي حاجه الا الرموش، قلت لها الرموش لا ما كنديرهم، حيت هما كينتفوا لك دياولك وفاش كتحيديهم الناس كيولفوك بالرموش، وفاش كتحيديهم كتجي بحال فيك مرض ما نعرفش، بحال يلا نطي من النعاس، بحال مريضه. داكشي انا الصراحه الرموش ما كنديرهم. عندك هذا داروا ليه اورو، هذا الماسكارا هذا ما انا صراحه ما جربتوش ما عرفتش، المهم داو منه الناس بزاف، خلاو فيه غير هادو. وبالنسبه للبيرفومي غنوريكم غير بيرفوميس اللي حماقيت عليهم. اولا هذا واعر، هاد البيرفومي هذا انا راه زوين. هذا عاود ثاني واعر حتى هو، شي حاجه طوب حتى هو، شميتو واعر صراحه. دابا غادي نجربو هاد الزرق هذا، غادي نشوفو الريحه ديالو كيفاش دايره. حتى هو هذا البنات شميتو خطير صراحه. عندكم هذا والليموني وهذاك الاخر، دابا بقى لينا الخضر. الخضر غادي نشموه، غنشوف هاد البروبادور هذا اللي اصلا داكشي مفتوح، الا ما كانش مفتوح ما نهزوش. هنايا كما هذا كاع واعر 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 بزاف. هاد الخضره هذه كاع الخضره واعره، هادي غير 5 اورو، هاد البيرفوميز ديال 5 اورو شي حاجه طوب. وهذا شتو داروا ليه اوفيرتا، داروا ليه 3 اورو، بلاتي نشمو نشوفو كيفاش داروا الريحه ديالو. صراحه شميتو خايبه خايبه الريحه ديالو لا علاقه. المهم البنات هنايا غادي ندوز ليفتيس. ليفتيس بانت ليا هاد القامجة هادو من عند الباب، غير كتدخلي في الباب كيبانو لك هاد القوامج هادو الطوال كما كتشوفو. هاد القوامج طوالي وهاد الجيلية طوال، هاد الجيلية ديال المحجبات طوالين، يلا غير دخلة باش كتدخلي كتلقى كيبانو لك هادو. المهم ملي كتسمعو البنات الصداع سمحوا لينا حيت كيديرو عندنا واحد الأوبرا، داكشي علاه بقات تسمعو بحال الصداع. بالنسبة لهاد الصناد هادو هاد الصفر هذا صراحة عجبني بزاف، دارو ليهم 4 أورو، كانوا بسبعه داروا لهم 4. وكاين الزرق ديالهم، الزرق ديال هاد الصندالات هادو، ولكن كيبان ليا بلي ما داريش لي اوفيرتا. دابا غادي نهزوه نشوفو. لا هادو خلاوهم 7 اورو، هاد الزرقات هادو غير هادوك الصفرات اللي داروا لهم 4 اورو. صراحه بديت كندخل وبدات كتجيني الصدمه، بديت كنتصدم صراحه. ما نقولش لكم من دخله بان ليا الزبابل مليوحين في الارض، بالي الحوايج داكشي مشتتين، انا ما قدرتش نركز على التصوير لدرجه داكشي عندهم كامل مشتت، الحوايج مليوحين في الارض، الناس كيبشغوا على الحوايج، داكشي اللي الرباخادو ما كيبانش ليك، داكشي ما مستفش مزيان، نويفا كوليكسيون مخلطينها مع الاوفيرتا، حوايج ديال الدراري الصغار مخلطينهم مع الكبار، الكبار مخلطينهم مع الصغار، داكشي مشتت في الارض. انا غنوري لكم من هنايا، شوف كيفاش كيبان، شوفوا شو داكشي. واش انتي غادي تركزي دابا انك غادي تختاري تبان لك شي بياسه هنا؟ ما قدرتش نركز في الكبار، داكشي مليح كامل في الارض مشتت صراحه، ما قدرتش الخدامه ديالهم ما كيجمعوش الحوايج، ما كيستفوش كل حاجه بلاصتها، ماشي بحال بريمارك، بريمارك كتلقاي داكشي كله مستف. المهم هنا دخلت لكم عند الدراري الصغار، الناس اللي عندها الوليدات 13 12 14 11 10 سنين 9 سنين راه دايرين جاكيتات غير باورو كما كتشوفوا. الجاكيتات هادو ديال البرد، هادو تقدروا تخليو تشريهم وتخبيهم حتى البرد فاش غيبداو القرايه، راه زوينين البنات، دايرين لهم اورو. اختي كانت كتشريهم ديك الساعه، كانت كتشريهم بشي 13 اورو باش كانت كتشريهم في واحد التينده ديال السبور، وهنايا لقاتهم غير باورو، قلت ليها هزيهم غادي يحتاجهم
غادي يحتاجهم في داك في المدرسه في البرد وداك الشيء، خصوصا في السبور. صافي هنايا كاينين كلشي 2 أورو الحوايج ديال الدراري الصغار، هنا بعدا الحاجات ديال الدراري الصغار محطوطين بلايصهم، اما ديال الكبار الهماج الحوايج مشتين في الارض، السبرديلات الصبابط داكشي كله مليح في الارض، والخدامه ما كيجمعوش داكشي. انا ما قدرتش نمشي نصور لكم جيت الكبار الصراحه، اصلا اش غادي تصوري؟ داكشي اللي كان معلق راه مليح في الارض، وانا باش نبقى نمشي نهبط ونهز، وطاح ليا التليفون شويه كان غادي تهرس ليا ايفون، تشققات ليا الكاميرا ديالو من اللور، دابا ما عرفتش خصني حتى نوصل للدار باش نشوف واش تشققات ليا الكاميرا ولا تشقق ليا داك سميتو ولا غير هذاك البروتيكتور ديال الكاميرا، انا ما عرفتش. المهم صراحة طلع لي الدم والزحام والكولك طويلة، وخصك توقفي وبزاف ديال عباد الله، وشي نضحك من هنا وشي ينغزك من هنا، والحوايج مليوحين في الأرض. ما عجبنيش الصراحة ليفتيس، لا علاقة. مازال بريمارك وخا داك الشي فيه رخيص، إلا هزيتي تيشورت كترجعي بلاصتو. علاش؟ حيت كتشوفي داك الشي مستف، اما انا ما محفزينكش كتشوفي داكشي مليح في الارض كتقولي ما بغيتش نشري، وزايدون دوك الناس اللي اصلا ما منظميش كيشريو لبسه ولي حوان نيشان في الارض كتقول لك هادشي مليح في الارض، اللهم نكملت انا نلوحو في الارض. داكشي ما كاين، ما منظمش انا ليفتي الصراحه، عندهم الحوايج كيبجغوا عليهم غير في الارض. المهم كما كتشوفوا راه داكشي اللي كاين البنات، التخفيضات ديال الاولاد كاين عندهم الشرطات هنا ب3 أورو، كاين عندهم ديال 2 أورو السراول، هاد السروال كيداير غير ب3 أورو. الا بغيتو تشريهم للعائلات ديالكم من المغرب وداكشي راه عندهم هنايا. المهم هاد اللقطه دي ما عرفت علاش الكاميرا ديالي كتبان بحال هكا، ما عرفتوش ديك الطيحه اللي طاح التليفون ما فهمتش صراحه حتى نوصل للدار ونشوف شي داكشي. المهم هاد الصباط هذا كنت بغيت نشوف ما كاينش الثمن ديالو، اصلا الفرده حتى هي ما عرفت فين طارت، داكشي ما مستفش مزيان، في كاين غير واحد الفرده، الفرده الثانيه ما كايناش كاع اصلا. اللي بغى يشري شي حاجه يبيديها ويجي للتيندا ويهزها، باش انت تجي تدوري هنايا باش تشوفي داكشي اللي غادي تاخذي، راه ما غاديش تاخذي حتى شي حاجه الصراحه. داكشي عندهم كامل، كتلقاي فرده في السماء وفرده في الارض، تلقاي واحد الصباط كاع ما كاين، تمشي تلقاي الملي حدا الحوايج ديال الكبار، تلقاي سروال هنا، تلقاي تقيشره لهيه، بحال شي بنادم ما منظم. شوفوا الحوايج كيمشتين في الارض، وشوفوا الزباله، شوفوا التقاشر والخدامه ديالهم، انا ما فهمتش انايا. هذا كيدير ب 99 سنتيم، جيت نشوف واش هذا الشيء، ما عرفناش هذا الشيء واش صايي ديال الدراري الصغار ولا سوتيه ولا واش هذا الشيء. ايوا هاد القميص والله يدا نخليك هكا، وعصبتيني كنقول اختي سكتي سكتي سكتي، ما بغات تسكت صوتك غيبقى. المهم كما قلت لكم هذا التيشيرت هذا كيدير غير أورو. المهم البنات بحال خرج اش غنقول لكم، ليفتيس صدمني، واصلا كيكون داير بحال هكاك، ولكن انا كنت كاع فاش حطوه بهذا السنترو هذا اللي شي حاجه ما غاديش يعني غيكون داكشي مرتب. بريمارك كاع اللي كيكون كبير وكيكون فيه اوفيرتاس وداكشي، الخدامه كيطويو الحوايج هادو الصراحه، الزباله في الارض، الحوايج مليوحين، الخدامه ما كاينينش. انا سمحالي ما قدرتش نصور لكم حيت انا ما قدرتش نركز على داكشي، كثرت الزباله اللي كاين وكثرت داكشي اللي كاين مليح في الارض، صراحه ما قدرتش انا نركز نهائيا على باش نصور لكم. قدرت اللي قدرت داكشي بقيت كنهز وكنقلب وكنصور لكم، بغيت نقول لكم بلي الحوايج ديال الدراري الصغار راه داروا لهم غير اورو 3 أورو الا بغيتو تغتنموا الفرصه، يعني داكشي مخدمينو مرخصين، ولكن الحوايج ديال الكبار راه تشوها، ما تقدروش تلبسوا داكشي، شفوا بهم الارض، لاحوا داكشي مزيان. الحاجه اللي غادي ننصح لكم هو الا بغيتي تشريو الحوايج بيديوهم تما وهزوهم في تيندا ولا في سيكوب، لا قولي لهم يوصلوا لكم للدار، اما باش نتوما تشريو هذيك الزباله اللي عندهم اللي حيت مرمده في الارض، وعرفتي داكشي مرمد كله في الارض، شي حاجه راه صدمت انا الصراحه، ما قدرتش انا نركز على داك الشيء حيت ما قلتش ولي ولا هذا الشيء مليح في الارض مشتت. دخلنا للبريمير لقينا نقي داك الشيء تاس كيهزو، والخدامه غاديين وكيطويو، هادو لا هادو داك الشيء مليح. وبطبيعه الحال بنادم بطبيعته الا دخل بلاصه نقيه غيقول لك غادي خصني نرجعها بلاصتها، اما لا شاف داك الشيء مليح الحوايج مشتت داك الشيء في الارض غادي يهز
اللبسه غيقول لك هادشي اصلا زباله غادي تلوحيها، غتلوحها في الارض تقولي اصلا حيت الناس هكاك دايرين غادي تزيدي تلوحي من غير الناس المؤدبين ما غاديش تجيهم الا في داكشي في الارض. ناري ناري عرفتي الزباله الزباله مرميه في الارض، الحوايج كيشطفوا عليهم، التيشورتات التيشورت ليه زيتي ولا بودي كتلقاي فيه الطبيعة ديال الرجل. الصراحه طلع ليا الدم، طاح ليا ايفون، تشقق ليا شويه في الكاميرا. دابا يلا غادي نوصل الدار غادي نشوف داكشي واش مشقق ولا لا. صراحه المرض صافي. المهم البنات الى وصلت الدار ان شاء الله غادي نشارك معكم شنو خديت. الصراحه انا كاع ما خديت بزاف، ما خديتش، خديت غير والله ما بقيت كاع عاقله شنو خديت. المهم حتى نوصل الدار ان شاء الله غادي نشارك معكم. من بعد البنات ما دخلت للدار دابا غنشارك معكم داكشي اللي خديت. كما قلت لكم البنات صراحة ما قدرتش نصور لكم في ليفتيس حيت راه ما قدرتش اصلا نركز، داكشي كله مليوح في الارض، صباط مليوح، الحوايج ما كتشوفيش اصلا، الحوايج معلقين كيف ما قلت لكم. ومن غادي نشارك معكم داكشي اللي خديت في بريمور دابا، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نجرب لكم. حاجه البنات هو اللي كنت قلت لكم مشيت عليه، شوفوا البنات راه خرجت وجيت وشوفوا شوفوا شعري كيف مجموع، راه كان شويه الريح وطال ما طلع لي حتى زغبه. هذا هو هذا. المهم انا خديت الكبير، الكبير كيدير ب3.75 أورو، اختي خدات صغر من هذا بجوج اورو شي حاجه، يعني 3 اورو قل. اللهم خذوا الكبير صراحه زوين بزاف. انا كنت خديت صغير غير باش نجرب واش خايب ولا زوين، وانا كملته كله قلت هذا ضروري حتى هو ناخذه. صراحه زوين 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 بزاف، واعر وبزيت الكوكو كيخليك واحد الريحه زوينه في الشعر. ودابا راه واخا نسالي غنطلق شعري راه ما غاديش يبان مقبص، راه رطب رطب بزاف كما كيبانش بحال درتي ليه جيل. خديت البنات هو هذا، هادو غير بغيت نجربهم نشوف، وبغيت نجربهم معكم في القناه، كيديروا بجوج اورو 50. المهم انا صراحه ما عنديش مشكل ديال الشعر انه متقصف وداكشي، الا خلاتني اختي اللي عندها شويه شعرها جاف الا خلاتني نديروا لها الشعره، الا خلاتني، الا ما خلاتنيش انا غادي نجربوا لكم نيت في شعري. حيت فانا يعني شعري من التحت هكا البونتوز وداكشي كينشفوا ليا بصح. المهم هذا واحد الكولاجين، هذا لا علاقه مع داك سميتو، لا علاقه مع الترطيبه ومع الكيراتين، داكشي كله كيدير الشعر. انا ما عمري ما درت كيراتين وداكشي لشعري، انا دائما كنبغي الفيتامينات يكونوا بحال هكا. هذا واحد تراتامينتو ديال الكولاجين اللي قال لك فيه فيتامين ا وفيه فيتامين او وفيه فيتامين اف وفيه بزاف ديال الحاجات البنات، كي قال لك كيرطبوا الشعر وكيخليو الشعر فيه البريو بزاف. المهم هذا كديري واحد الامبويا وقال لك ماشي تشليها، تتخرجي من الدوش وداكشي وتقدري ديريه تقدري ديريه للشعر ديالك. صراحه وقال لك كيرطب، حنا ما عرفناش الله اعلم. الا بغيتوني ندير لكم فيديو خاص على هذا ونجربوه اول مره خليوه لي في التعليق لتحت، وغادي نصور غادي نسميتو. اختي خدات حاجات لولدها هكا من ليفتيس، لقاتهم رخيصين من دوك التخفيضات اللي وريت لكم كيديروا اورو، حوايج للدراري الصغار. والمهم البنات نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش لايكات، وشكرا لكم، بالسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.